نبقى مع إبداعات العراقيين في مجال تصنيع السيارات. هذه المرة سيارة تسير على الطاقة الشمسية، حيث نجح المهندس عبد الستار البصراوي مدير إعدادية الحسين في محافظة كربلاء بصناعة سيارة تسير على الطاقة الشمسية وتصل سرعة السيارة إلى 90 كيلومتر في الساعة. دعونا نتابع. يا الله يا الله، وفي محمد صلى على محمد وآل محمد. يا الله يا الله.